بشتغل من وجنتي والدوبي ولا وين كان عندي ذنوب حرز الله انتم اول ذنوب زياد اذا زياد ما نقدرش نقول لا ولا ضيوف زياد برضو ما نقدرش نقول لا كل يوم اقول الولف كل يوم اقول الولف باكر يدق بابي بالعين اصير الكحيل يا ابو فلاح يوم 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 عاد وحبال والله لمشي على دريبكم لمشي على دريبكم ورا جسر يعديني وفنجان من ميكم والله ما وعندك ناس من العذره
بسلو نعم 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 وعندك ناس إذا قاسي بسلوك هذولا لا تعدهم أصحاب أبو العبيد طب لو انها الناس كليتها وفية يا ريت يا ريت لو انها الناس كليتها وفية جرح ما كان في خلي وفية اليوم اسمع انا الشجرة المابغة الشجرة المابغة ثمرة وفي اقلعوها وريحوا من هالضرا ابو سند امعلي قلعته معلوم عدو المرة بيدي قلعته اقلع اقلع واذا نادى ابو نايف واذا نادى ابو نايف قلعته نحنا دوم بنلبي الطلاوة معلوم قول يا حاج كريم النفس كريم النفس لا تليل كرمته إلا إيم بيطعنك مهما كرمته صحيح ألو الصخر لو عالصخر بزرع كرمته رغم ألف الصخر تجني العناب أحب الوطن أولادك دوم ربي وزرع كرمتك بأرض ربي ربي أنا صليت للمعبود ربي يهدي بابنا بين العراوات طب ليش الجار لا جار بعادي ليش الجار لا جاره بعادي بكون كرام بيصير وبعادي أنا وكل إنسان بتمسك بعادي ما بتركها ولو نزل التراب هذا اللي بيقول عنه بربيع إذا بغضب أنا بوضع جهنم في جرده يا ويلي يا ويلي يا ويلي اللي ما بيحفظ الجار يا أصحابي في جرده وإذا بنفخ وإذا بنفخ إذا بنفخ على العادي فجرده مثل فتبول مثل فتبول فورا بالقلاوة اضرب يا حرص الله على التيك توك كل العالم محبوب كاسح كل المواقع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب